طبعا الحال المجهود يمكن كانوا يقدروا يديروا لنا العدد ديال الساعات اللي شافوا فيها كان يعطي كان يعكس الساعات اللي خدمت هذه اللجنه هذه في الاعداد ديال هذه اللائحه كان يقدر يعكس بشكل اكبر المجهود اللي تبذل. وطبيعه الحال اي مجهود حكم يعني كيكون عدد من النواقص، وهذه النواقص هذه كاين واحد الجزء منها اشرنا له في السنه الفارقه واستمر لهذه السنه. وهاد يعني هاد بعض النواقص ولا بعض الاشكالات اللي مرتبطه بالدعم ديال الجمعيات يعني ما مرتبطاش بالرئيس ديال اللجنه ولا باللجنه لوحدها، ولكن في جزء منها يتحمله حتى مكتب المجلس. هنا غادي نتكلم عن المنهج ديال الاشتغال. فيما يخص المنهج ديال الاشتغال كان المطلب ديالنا في السنه الفارقه ان قبل الاعلان على الايداع للطلبات ديال الدعم خصها تعقد اللجنه وتحدد المنهجيه اللي غادي تشتغل بها، وتقول اما غادي نديرو ان سيليكسيونيو مثلا هاري بروجي او شنو غادي يعني اللجنه شنو كيوقع كتحط امام الامر الواقع امام طلبات الجمعيه خصها تبت فيهم. ولكن اللجنه وهذه توصيه حتى السنه المقبله ان قبل ما يدار الاعلان ديال ايداع طلبات ديال الدعم خصو يدار اجتماع ديال اللجنه تفكر شنو هما النوع، واش الدعم المشاريع، واش الدعم السير ديال الجمعيات، الدعم الجمعيات بناء على ماذا. هذا الامر الاول يعني كان خصو يدار. الامر الثاني انا بغيت نعرف داك الافتراض التحملات لاش صالح. هذا الافتراض التحملات راه وثيقه زينه، راه حضرت انا في السنه الفارقه هذيك الوثيقه ما كنرجعو لهاش ما كنشوفو فيها والو. كان ممكن نديرو واحد بطاقة الجمعية فيها صفحة واحدة تعمرنا واحد عدد المعطيات اللي غادي ننتجو، ولا نسميو نديرو دفتر التحملات فيها واحد عدد ديال الأمور اللي أولا نديرو حيت إلا كنا نديرو دفتر التحملات يرجع الكريتير عندنا هو داك دفتر التحملات عليه غادي نبنيو. وملي غادي نكونو كناقشو مع في الترافع مع الجمعية تنشتغلو بناء على داك دفتر التحملات. الا كانت ديك دفتر التحملات واحد الوثيقه غير زايده زعما بلا ما نرهقوا الجمعيات بانهم يعمروها ويمشيو يكاليزيوها، كنرهقوا حتى الناس ديال المقاطعات كيكاليزيو واحد الوثيقه لا نعيرها اي اهتمام داخل اللجنه. هذا الامر الثاني. الامر الثالث من خلال التصفح ديال العدد من الجمعيات شنقولوا يعني كاين بعض الجمعيات تستحق وتستحق حتى المزيد، كاين بعض الجمعيات تشتغل وفي الحقيقه انها تعطي واحد المبلغ هو وحيد في حقها. في المقابل كاين بعض الجمعيات اللي دازت في يعني ما عرفناش كيفاش دارت تحشات واحد هادشي هو الامر هذا ماشي كنقولوا تشكيكا في اللجنه، ولكن كتبان واحد العدد ديال الامور كانت موضوعيه وفيها امور غير موضوعيه. وانا كنقدر الاكراه اللي كان عند الرئيس في اطار انه خصو يدير شويه ديال التوازن السياسي داخل خاصه داخل التحالف. خلينا نكمل انت غادي تجي. لا حتى حق ديال التوضيح على وضحه. تفضل على وضحه اي مشكل خليه حرمت على نفسي. انا سيد رئيس انا اللي بغى يوضح يوضح. تفضل. من طرف اللجنه ومن طرف الاخوان اللي كانوا كيحضروا في اللجنه
طبيعة الحال اي واحد كيشتغل لابد من الهفوات، لابد من النقائص، لابد من واحد العدد ديال الامور توقع. هذا الجهد هذا ما يمكنناش نبخسوه ولا نقصوا منه، دار واحد المجهود جبار. بالتالي كاين واحد العدد ديال الامور يجب ان تراعى في السنه المقبله، وانا كنطلب من الرئيس انه يسجلها ويتم يعني يتم يعني حتى في العمليه ديال التراقع يتم التطوير ديالها. بطبيعة الحال غادي يكون واحد النضج سنة بعد سنة، هادشي هذا كيتطور، وكنتمنى أن السنة المقبلة يبدا التعداد يعني قبل من هذا الوقت هذا. وشكرا.